عليك أن تدرك، عليك أن تدرك أنه من الضروري التحدث مع شخص بالغ عن الأمور التي تزعجك. يستعد رامي للعمل على تقرير طلبه المعلم، ولكي يكون التقرير ناجحا فعلا يحتاج رامي إلى استخدام بعض الصور. بحث رامي عن صور عبر الإنترنت فوجد صورا مزعجة ومخيفة، شعر وكأنه فعل أمرا سيئا. قام رامي بالخطوة الصحيحة وشرح كل ما جرى لأبيه. استمع والده له جيدا وبدا متفهما، مما جعل رامي يشعر بالارتياح. أجرى والده بعض التغييرات على الكمبيوتر والهاتف المحمول، بحيث يصبح بإمكان رامي أن يشاهد الصور والفيديوهات التي تناسب الأطفال فقط. إذا واجهت أي شيء عبر الإنترنت أو في العالم الحقيقي يجعلك تشعر بالانزعاج أو الحزن أو الخوف، فعليك أن تخبر أشخاصاً تثق بهم، كوالدتك ووالدك أو أخاك أو أختك الأكبر سناً أو معلمك أو مدير المدرسة. لكن مشاهدة الصور غير المناسبة للأطفال ليست الأمر الخطير الوحيد الذي قد يحدث للأطفال عبر شبكة الإنترنت. على سبيل المثال، قد يرسل لك شخص ما في المدرسة رسالة نصية أو صورة مسيئة عبر هاتفك المحمول. إذا حدث هذا، تأكد من التحدث عن ذلك إلى شخص آخر تثق به، فيمكنه أن يساعدك على الشعور بالارتياح ويحميك من الشعور بالسوء مرة أخرى. أونلاين سنس مبادرة من ICDL العربية كخدمة مجتمعية لنشر التوعية بالسلام على الإنترنت بين أولياء الأمور والمعلمين والطلبة.